في سلسلة مناسبات التسليم والتسلم بين مسؤولي المحطات الولائية لأونما، جاءت هذه المناسبة التي ترأسها الأمين العام لولاية لبنان الغربي، حيث أشاد في كلمته بأهمية الإعلام الذي يصاحب الحكومة في تحقيق سياستها، وأتمنى عملا موفقا للمسؤول الولائي الجديد لمحطة أونما بمدينة مندو. المدير التجاري والتسويق حامد عباسي، ممثل للمدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري، دعا المسؤول الجديد أحمد مالوم إلى إنتاج برامج تخدم المجتمع وتساهم في تقوية عرى السلام والوحدة الوطنية والعيش المشترك بين أبناء البلاد عامة وأبناء المنطقة خاصة. وحث عباسي عمال الهيئة الولائية على التضامن والتعاون مع المسؤول الجديد لتحقيق الأهداف المرجوة. المسؤول السابق لمحطة أونامة بمدينة مندو حسن بوكر أجري شكر معاونيه على دعمهم له خلال فترة عمله، وطالبهم بضرورة الإصرار والمثابرة من أجل رفع التحديات. أحمد مالوم داود المسؤول الجديد لمحطة أونامة بولاية الجود الغربي شكر السلطات العليا على الثقة التي أولتها إياه، مؤكدا أنه سيبذل ما بوسعه من أجل رسم سياسة الأونامة الرامية إلى توعية المجتمع عبر البرامج الهادفة. للعلم أن مسؤولي المحطات الولائية لأونامة قد تم تعيينهم عبر القرار الوزاري رقم 003 الصادر في 18 من فبراير 2021.